بطء بطء قرب الجوال بطء. تحتمه مثنى لا. فتحتهم بلا دكتور ما شم ريحتي والله شم. هول الحرب اللي صارت على غزة وأصوات الانفجارات وصارت عندنا برضه هنا هواي قريبة جدا، وأنا كنت يعني معظم وقتي مقضي عند الأسود، فلاحظت عليهم كل ما يسمع صوت انفجار يتسرع ويصير يجري في الغرفة، كل ما يسمع صوت الانفجار يتسرع ويصير يجري في الغرفة شرق وغرب. وصرت بلاحظ لو وقف حمام لو وقفت على الصور تبع الغرفة تبعتهم يعني يتسرع ويزأر برضه، يصير نظام دفاعيات يعني. وبناشد المؤسسات حقوق الحيوان مؤسسة فورست بويز يعني حاولوا نطلعهم المحميات الطبيعية خارج قطاع غزة، فكان إنش يتسرع يعني حين صار تسمع صوت الانفجار يتسرع يصير يلف حوالين حاله في الغرفة، يعني صار يخاف إن حمامة توقف على هذا تسمع زيارة تبعهم من تحت وهيك، ما يعني انقلب حاله ما كانش زي هيك، ما كانش يخاف نهائيا، ما كانش يخاف. انا الحين صار يخاف بشكل يعني لو مرق واحد غريب غيري بدل ما هو اسد وهجومي بتلاقيه خلاص صار دفاعي، بقعد هيك وبصير دفاعي مش هجومي. انا اصحابهم متعودات علي وبقعد معاهم بلعب معاهم وبهديهم، ومن اول ما جبتهم ما حدش بمرق عندهم ولا حد برعاهم، انا برعاهم شخصيا في كل شيء. جبتهم 75 يوم الان عمرهم 9 شهور ويوم. ما باذن الله لا انا نهائيا لا وما باذن الكبار، لما ما اقول كبير بصير دفاعي بقربش بضله قاعد في القرنه، اما على الصغير بشكل خطر، على الصغير على الاخر اللي ما بيقدر يدافع عن حاله بشكل خطر.